سؤالي الأخير أستاذ آدم سيكون مركز حول مشروع أو مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي قدمه المغرب منذ 10 سنوات. كيف تراه شخصيا وكيف تعتقد أن صناع القرار في الولايات المتحدة يرونه؟ انظر، لا يهم كيف أراه أنا شخصيا، بل الأهم كيف يراه الشعب المغربي وهنا في أمريكا. الكونغرس قال كلمته ومرر قانونا يعتبر أن الدعم الأمريكي للمغرب يجب أن يستعمل فوق تراب المغرب من شماله إلى أقصى جنوبه. فماذا يعني ذلك؟ هذا يؤكد أن الولايات المتحدة ترى أن الصحراء هي جزء لا يتجزأ من المغرب، ومع ذلك يؤكد المغرب أن الصحراء، وعلى الرغم من كونها جزءا منه، فهو على استعداد لمنحها حكما ذاتيا. إضافة إلى ذلك، المغرب يدعم مشاريع التنمية التي يحتاج إليها هذا الجزء من البلاد. فالواضح أن الإدارة والكونغرس في واشنطن يعترفان بأن موقف المغرب جد متوازن ومسؤول. نعم، لكم الحق في تسيير شؤونكم، وهذا هو النموذج الذي أثبت نجاحه في بقية العالم، سواء في إسبانيا أو فرنسا أو أي مكان آخر. فلماذا سيختلف الأمر بالنسبة للمغرب؟